الدكتور محمود حسين، مساء الخير. تنور الزحمة. احمد مجاهد ماليش ليه النهارده؟ طبعا هو يمكن الجواب اللي بعته للمجلس هو جواب غير مقبول. اولا قال ايه الاول؟ قول لنا يا فندم. يعني طبعا هو قال ان بيتصادف في نفس انعقاد ميعاد انعقاد اللجنه، ودي حاجه صدفه غريبه جدا، يعني اجتماع فيديو كونفرنس مع الاتحاد الدولي. نعم. الاولويه بالنسبه للجنه الثلاثيه، المفترض اللي مسؤول عن اللجنه الثلاثيه اللي هو الشخص المصري اللي موجود في داخل الاراضي المصريه، ان يكون لهيئه تشريعيه مجلس النواب اللي بيحترمها القاضي والدين. فطبعا بعت الجواب ده، هو جواب غير مقبول اولا. رقم اثنين، هي لجنه ثلاثيه، يعني حتى لو ممثل اللجنه الثلاثيه مش موجود كان في عضوين اخرين ممثلين اللجنه الثلاثيه ممكن يكونوا يتواجدوا في هذا الاجتماع، وده ما حصلش. بعد النواب طبعا قال ان ده هروب من المواجهه، وانا اعتقد انه لا مبرر لممثل اللجنه الثلاثيه المهندس احمد اختلاق وقائع، ولا مبرر له في عدم الحضور. فهو غير مقبول، امر غير مقبول. لكن في النهايه احنا بيعنينا طبعا تواجد وزير الشباب والرياضه. نعم. لان احنا كجهه رقابيه اللي يمكن المنوط بينا الوزاره الاولى بالنسبه لنا كرقابه هي وزاره الشباب والرياضه، اللي احنا بنتابعها وبنراقبها، وهي مسؤوله برضو عن الاتحادات المختلفه. نعم. لكن معظم النواب اللي تحدثوا طبعا استاءوا من هذا الوضع، وبيؤكد صوره ذهنيه معينه موجوده عندنا ان احترام الاتحاد للقواعد المعمول بها في مصر عموما غير موجود. للاسف طبعا، يعني احنا بنقول الكلام ده، لكن احترام المجلس واحترام النواب قائم، سواء الاخ احمد مجاهد حاضر او لما يحضر، هو احترام قائم لاحترام المؤسسه التشريعيه في الدوله المصريه. لكن عايز اقول لحضرتك، هتبعته تاني ولا خلاص مش هتبعته؟ لا، هو الموضوع ان احنا النهارده كان مناقشه باقي طلبات الاحاطه 27، النهارده تم مناقشه 15 طلب احاطه، والمهله اللي احنا يمكن كنا بنتحدث فيها ان احنا قلنا بعد انتهاء المناقشه احنا في فرصه لاتحاد كره القدم او وزاره الشباب والرياضه ان هي تفينا بالمستندات اللي بتبرئ الذمه او بتبرئ فرصه اخرها امتى؟ لا، احنا النهارده توصيه اللجنه، يعني او من ضمن توصيات اللجنه ان في فرصه مهله اسبوعين من انتهاء الاجتماع النهارده 1 نوفمبر، يعني لمده اسبوعين. الفرصه ديت لوزاره الشباب والرياضه وايضا لاتحاد الكوره ان هي تحضر المستندات اللي بتنفي هذه الاتهامات الموجهه بالفساد المالي لاتحاد الكوره، ومش فقط للجنه الثلاثيه. اتحاد الكوره يعني قلنا في اكثر من مرحله مر بيها، سواء لجان معينه او مجالس منتخبه. النهارده يمكن انا يعني اظهرت للساده النواب تقرير من 2004 عدته لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب، تقرير محترم من 100 صفحه كان عباره عن لجنه تخصي حقائق لصفر المونديال. يعني لو حضرتك تطلع على هذا التقرير الرائع وروعه الاداء بالنسبه للنواب، شيء مشرف جدا. انا قلت ما يتم الان سيكتبه ايضا التاريخ بحروف من ذهب، لان النواب فعلا قاموا بدورهم المنوطين به في توصيل صوت الرأي العام والشارع المصري والمواطن المصري البسيط لأروقة مجلس النواب ومناقشة قضايا مهمة جدا. ومدى الارتياح يا أحمد بيه اللي تم بالنسبة للمواطن في الشارع المصري بعد المناقشة الأسبوع يعني قبل الماضي، أنا فعلا أنا ما كنتش متوقع كده. وأنا بتكلم كرئيس لجنة ما كنتش متخيل إن المتابعة دي من المواطن، وإن المواطن شايل مشاكل يعني الاتحاد المصري كرة القدم وبيتابع الرياضة في كل بيت، فطبيعي اكبر اهتمام من الناس كرة قدم تحديدا. نعم. فالناس مبسوطين جدا ومبسوطين ان النواب بيناقشوا همومهم، بيناقشوا الحاجات اللي هم مهتمين بيها. ليه رجعتوا لتقرير 2004؟ ليه؟ تقرير 2004 احنا يعني احنا اكتشفنا ان في بعض المخالفات اللي كانت موجوده طبعا من بعض الاشخاص اللي من ضمنهم ناس موجودين الى الان موجودين في يعني في منظومه الكره المصريه. مخالفات من 2004 مخالفات ما اتحركتش صفر المونديال. لا، انا بقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك متابعه المجلس للقضايا المهمه دي. حضرتك تتذكر طبعا صفر المونديال اللي طبعًا. يعني اللي مصر اخطات فيه يعني بسبب بعض الاشخاص اللي يعني انا شايف ان هم كانوا غير مسؤولين او غير على قدر مش على قدر المسؤوليه تولي هذا الملف. لكن انا بقول لحضرتك ان الارشيف اللي موجود ده بيقول لحضرتك وبيقول للناس طمنوا ان النواب دورهم المهم والقائم ده
يعني في معالجه المشاكل. انا بقول للنواب النهارده ان اللي حضراتكم بتعملوه دوت من اسبوعين وكم الطلبات اللي حضرتك، عايز اقول لحضرتك احنا حضر الجلستين 104 نائب، وده رقم غير مسبوق يعني. وجلستين استمروا 11 ساعة بحضور الوزير وحضور رئيس اللجنة الأولمبية واللجنة والجلسة الأولى حضر ممثل الجهاز أو الاتحاد اللجنة الثلاثية. النهارده ناقشنا حاجة يمكن غريبة جدا يعني نواب الجيزة تحديدا. تخيل حضرتك لما يكون في نائب يتقدم بطلب إحاطة في فساد مالي في اللجنة الثلاثية أو في اتحاد الكورة موجه للمهندس أحمد مجاهي، الاسبوع الثاني هذا النائب يمتلك نادي ويمتلك ملعب بيتم اجراء مباريات عليه الدرجه الثانيه والثالثه من 10 سنوات. بعض المنتخبات المصريه بتمارس عليه المباريات من خلال 10 سنوات الاخيره. فيفاجئ النائب ما تقوليش قفلوه، يا ريت ده بعتوا له لجنه. ايوه، واللجنه دي مشكله من اشخاص معنيين بالرياضه واللجنه يمكن بدون ذكر اسماء اللي يمكن كانوا متواجدين قالوا لهم تحديدا كده كان احد الفرق اللي موجوده في الدوري الممتاز بيلعب او بيتمرن قال لهم احنا جايين عشان هنقفل المكان ده. فتخيل المخالفه ايه حضرتك؟ ان العارضه ناقصه عن السمك القانوني 2 سم. ده ايه الدقه دي؟ ده حاجه يعني انا دقه ايه الاداء الدقيق ده؟ طب ما ده كويس، هو عندنا دقه رهيبه اهو. وان الخط اللي تم تخطيطه بتاع الملعب الخط غير قانوني. لا يعني انا حاجه طبعا مخزيه جدا. يعني ايه الخط معمول ازاي؟ النائب نفسه لا الخط معمول ازاي غير قانوني ازاي يعني؟ غير قانوني عشان العرض بتاعه اقل من القانون. الخط تخيل حاجه وبقى لهم 10 سنين بيلعبوا عليه، والناس على كلام النواب الجيزه النهارده ان ده من بيلعبوا الكره ايه؟ مدوره ولا مربعه؟ من افضل الملاعب الموجوده على مستوى مصر يعني بالنسبه لل 10 سنين الاتحاد بيخاطبهم وبيدي لهم جدول مباريات هيلعبوا عليها الاتحاد نفسه وبيطلع يعني ابطال كانوا مشاركين في المنتخب الاولمبي. انا بس المقصود ايه من الكلام؟ يعني الاتحاد ما شافش ان العارضه مش فيها مشكله وخط بتاع الملعب فيه مشاكل الا بعد ما حصل اللي حصل في اللجنه. بص احمد بيه هو معلش انا بسال السؤال. طبعا بعد اللجنه بعد اجتماع اللجنه باربع ايام. طبعا النائب المحترم لم يتقدم بطلب احاطه في الموضوع ده، لكن عندنا ست نواب تقدموا بطلبات احاطه مش عشان الملعب ولا عشان الملعب يخص احد النواب، لكن عشان المبدا نفسه. انت وانا قلت النهارده انه بيقع في جريمه ثانيه. الجلسه اللي فاتت وقع في جريمه التدليس على مجلس النواب في حقائق مثبته بالمستندات هو انكرها، بعد كده المستند اظهرناه فتراجع في كلامه فكان عنده جريمه تدليس. لا حضرتك بتقول تدليس، تعني الكلمه حضرتك؟ طبعا تدليس، لان هو لما يقول ان هو تم التصالح مع الضرائب وتم التسديد وتم الجدوله ورئيس الهيئه البرلمانيه وممثل الاغلبيه زعيم الاغلبيه المهندس اشرف رشاد بيطلع لنا مستند رسمي من الخطه والموازنه ان مخاطبه الضرائب للاتحاد الكوره في شهر 9 عام 2021 ان عليك مديونيه 51 مليون جنيه. فتدليس طبعا، وتم الكلام ده تم يعني مواجهته في اللجنه ان دي جريمه يعاقب عليها القانون. الجريمه الثانيه هي ارهاب النائب، بتحاول تعمل ترهيب لنائب بيستخدم اداه برلمانيه وحقه البرلماني في مساءله اتحاد كوره عن فساد مالي. يعني انا مش عايز اقول ان يعني الواحد بيشعر يعني بغضب شديد جدا ان مش موضوع الملعب ولا موضوع النائب هو قال الكلام ده، موضوع المبدا نفسه. ان يتفتق لذهن الاخ احمد مجاهد ممثل اللجنه الثلاثيه ان يعمل كده، ده نظريه مؤامره واسلوب غير سوي واسلوب غير يعني غير ان هو جريمه يعني يعاقب عليها قانون ايضا. هل سياده الوزير دكتور اشرف صبح رد على التساؤلات النهارده وطلبات الاحاطه؟ رد واستنكر هذا الفعل وطلب لجنه، مش بس النواب كمان طلبوا مش لجنه على الملعب ده، لجنه على جميع ملاعب مصر ومراجعتها. والوزير طلب الكلام ده ان لجنه مشكله من المختصين في وزاره الشباب والرياضه تشوف الواقع دي. فانا بقول لحضرتك يعني الداعي لهذا الفعل بعد يومين من الجلسه عشان النائب تقدم طلب احاطه بيناقش فيه فساد مالي وناقش فيه ان استبعاد احد المديرين الفنيين اللي هو الدكتور محمود سعد وان هو يجيب فنجاده اللي بياخد 35,000 دولار والدكتور احمد مساك كان واخد 200,000 جنيه، ولا يوجد فارق ولا يوجد خطه استراتيجيه. هو ده بقى رد الفعل المنتظر. انا كنت اتوقع ان ممثل اللجنه الثلاثيه ده
يجي. بدل ما بدل ما يقعد يفكر في اشياء من هذا القبيل لا يدور على المستندات اللي تثبت صحه موقفه او براءته او براءه الاتحاد هو ومن سبقوه. لكن يجي فجاه يهدد البعض بعدم التسجيل في الانديه اصلا انتوا الضرائب والمجلس الكلمي في الضرائب. يعني اسلوب صبياني بحت. بعد اسبوعين اذا لم يتقدم باي شيء ايه العمل؟ خلاص هتم احاله المستندات. قلنا الكلام ده النهارده. كل هذه الاتهامات للجهات الرقابيه المختصه ومنها النيابه العامه للتحقق في المخالفات دي. واحنا وجهنا الكلام ده لاتحاد الكوره، وجهنا الكلام ده للوزاره المنوطه بمتابعه اتحاد الكوره وزاره الشباب والرياضه، وده امر لا تراجع فيه. وقلنا اكتر من مره احنا التزمنا بالمواثيق والقوانين. عشان احنا تاني بقولها ان احنا كمجلس نواب الجمعيه العموميه للشعب المصري. فلا يوجد اي تدخل حكومي. الفزاعه القديمه اللي كانت مستخدمه في ايقاف الرياضه احنا بنفوت الفرصه على اي يعني من يعني يريد وضع مصر في مأزق معين في الرياضه. احنا الحمد لله نلتزم بالميثاق الاولمبي، نلتزم والكلام ده شاهد بيه رئيس الهيئه الاولمبيه. حتى في تعديل القوانين الخاصه بالرياضه احنا بنستعين بخبراء من داخل المجلس وخبراء من خارج المجلس والمعنيين بالشان الرياضي داخل مصر عشان نعدل او نضيف ماده او نحذف ماده عشان نضمن اتفاق هذه التعديلات مع الميثاق الاولمبي اللي احنا مصر موقعاه، والسيد الرئيس ملتزم بهذه المواثيق الدوليه اللي يمكن شفنا في كذا موقف مدى التزام الرئيس بهذه المواثيق حتى لو كانت يعني قضايا حساسه جدا بالنسبه لمصر. فبالتالي احنا كلنا ملتزمين. والنهارده يمكن انا قلت في اللجنه يعني ما عادش في هذا العصر ولا هذه الفتره من عمر الدوله المصريه مجال ان حد بيفكر في مصلحه خاصه، سواء بقى مصلحه ماليه او وضع اجتماعي او منصب معين. لا، اذا يعني الشخص المسؤول ده لم ينظر الى المصلحه العليا المصريه فده يجب ان يتنحى جانبا ويسيب الناس اللي عايز تشتغل واللي عايز تطور. عندنا رئيس جمهوريه يعني بينزل بنفسه في الشارع يعني احنا بنشوفه في مشروعات ومتابعه المشروعات. يعني اعتقد انه من غير المقبول مش على اي قياده المواطن نفسه ان هو يجب ان يواكب ما يتم في الجمهوريه الجديده. ده لازم بنقوله لكل المسؤولين وكل اللي بيتولوا مناصب في الاتحادات. هل عند حضرتك اي معلومه انه حد استقال من اللجنه الثلاثيه؟ لا، انا عندي معلومه من امبارح ان المهندس احمد حسام عوض الشخصيه المحترمه ابن المرحوم حسام عوض كان رئيس لجنه شباب ورياضه اسبق استقال. يعني طبعا الاخبار يعني المتداوله ان هو ان في برضه اعتراض على القرارات التربيه المتخذه، في بعض يعني اعتراض على بعض التلاعب في تسجيل اللاعبين. الله اعلم يعني ايه الاسباب، لكن انا سامع كده. والنهارده كان في بعض الاشاعات ان في استقاله اللجنه الثلاثيه بالكامل. انا لا يعنيني بصراحه من يبقى ومن يعني يستقيل. في النهايه احنا بنبحث وراء مخالفات فساد مالي، سواء بقوا او ذهبوا احنا يعني مستمرين في متابعه وملاحقه هذا الفساد حتى الانتهاء منه. لا، طلعوا بيان النهارده قالوا ان احنا مستمرين لحين اجراء الانتخابات. هي امتى الانتخابات؟ احنا الانتخابات هو احنا طبعا في مد في بالنسبه لاخر ديسمبر. يمكن اتقدمت بيه الحمد لله تمت الموافقه. يعني عندنا ممكن شهرين مد لوزير الشباب والرياضه، شهرين وممكن كمان يعقوبهم شهرين اخرين. بس احنا نتمنى ان يكون الـ يعني الانتخابات الشهر ده والشهر القادم، لان ما ينفعش ان دوله بحجم الدوله المصريه تدار من لجنه معينه او في الكره تحديدا يعني تدار من لجنه معينه من اتحاد دوري كره القدم. لجنه ثلاثيه او لجنه انا شايف ان هي احاديه القرارات والتصرف. فيعني احنا مستمرين. لا، بتتاخد قرارات احاديه؟ طبعا ما فيش الا احمد نجاد هو اللي بياخد القرارات. مع كامل احترامي للشخصين المحترمين، لان الشخصين اللي موجودين في اللجنه انا شايف ان هم شباب محترم جدا عندهم كفاءه. احد الشابين كان مدير البطوله السابقه في الجابون وانا يعني على علم بقدراتهم. يعني ما فيش اي مجال يعني يمكن في الجلسه ويمكن اللي استمرت 6 ساعات لم يشير المهندس احمد مجاهد من قريب او بعيد عن الاعضاء الموجودين معاه في اللجنه. ولا قرار بيتخذ بشكل جماعي ولا حاجه، في قرار فردي.
يعني معظم القرارات اللي اتخذت دي قرارات فرديه والمشكله ان هي مش هتضر بس بمبنى الاتحاد الكوره، لا ده هتضر بالرياضه المصريه كره القدم. ده منها قرار فردي وكلنا استغربنا، وكان في طلب احاطه النهارده مقدم اللي هو بيلزم ان ينتهي تسجيل اللاعب ابعد مسافه 50 كيلو. يمكن قلت لحضرتك المره اللي فاتت 50 كيلو من مقر اقامته. يعني بيقضى على مواهب خلاص كمان 20 30 سنه جايين ان هي تنتقل لانديه اكثر شهره. وقلت حاجه تحديدا مش هتلاقي التاني محمد صلاح، مش هتلاقي تاني شيكابالا اللي جاي من اسوان، مش هتلاقي حسام غالي اللي كان في كفر الشيخ وجاي لك في الاهلي، مش هتلاقي الكفاءات دي تانية او المواهب دي تظهر في انديه اخرى. يعني كنا هنلاقي يعني محمد صلاح بيلعب في الغربيه في بسيون اقرب حته ليه 50 كيلو، ولو ما فيش نادي فيها كده يبقى خلاص راحت عليه فرصته. طيب سيادة النائب دكتور محمود حسين، بعد خلاص ال 27 طلب احاطه، ابرز العناصر المخالفات اللي موجوده، مش عايز اقول اتهامات، ولكن حضرتك تقول كيفما شئت كنائب ورئيس لجنه شباب ورياضه وعندك الـ الوثائق اللي هي قدمت في طلبات الاحاطه، ابرزها ايه؟ بص حضرتك انا هكلم حضرتك اجمالا. يعني لما يكون المخالفات واهدار مال عام في حدود ال 200 مليون جنيه. ده يعني مش عايز اقول لحضرتك تفصيل المخالفات، لكن 200 مليون جنيه منها بقى بطولات افريقيه وايرادات بطوله افريقيه وبعض المصروفات اللي مالهاش اي سند قانوني، وحتى الجمعيه العموميه يمكن اللي عقدت يمكن في فبراير 2019 لما سئل فيها المره اللي فاتت قال لك لا احنا كنا في المباريات، عشان كان النائب بس اللي تقدم بالطلب يعني اخطا في الشهر، بدل ما يقولوا لا ده احنا فعلا عقدناها في شهر فبراير قال لا ما كانش فيه الكلام ده ما حصلش. جمعيه عموميه عقدت وصرف عليها مليون جنيه في احد الفنادق الشهيره بالقاهره لإقامة أعضاء الجماعة العمومية، وصرف مليون جنيه وعملوا بعض التعديلات في اللائحة، ومحضر الاجتماع ده إلى الآن لم يظهر إلى النور. بسبب إن في بعض البنود لا يرضى عنها الأخ أحمد نجاح. يعني حاجة غريبة جدا. وأنا قلت يمكن يعني لا مجال لإدارة هذه الهيئات الرياضية والاتحادات بنفس إدارة العزبة أو الشركة الخاصة أو الملكية الخاصة. مفيش مجال للكلام ده، ولا أنا يسمح اي مسؤول في مصر، انا اسمح اي نائب ولا نائبه ان هذا الاداء وهذا النهج اللي بيتبع في بعض الاتحادات يتم. مش اللي هو عايز اقول لحضرتك مش اتحاد كره القدم بس، يمكن احنا بدانا باتحاد كره القدم والنواب مشكورين رايحين بقى الاتحادات طبعا. قلنا النهارده الكلام ده في التوصيه الاخيره في اللجنه. ايوه قلت ايه التوصيات النهارده؟ بص حضرتك احنا التوصيه الاولى طبعا اللي منح الفرصه لمده اسبوعين عشان افاده المجلس بالمستندات اللي تبرئ. الجزء الثاني ان اقامه حوار مجتمعي لمناقشه اساليب العمل داخل الاتحاد الرياضيه المختلفه بصدد رابع استراتيجيه للرياضه للنهوض بالرياضه المصريه. وقلت يمكن احمد بيه النهارده ان في بعض الاتحادات تضر فقط للمصالح الشخصيه وفقط. يعني عايز اقول لحضرتك ان انت النهارده احنا في 2021 في بعض الاتحادات عاملين لائحه عشان يضمن ان هو يفضل اكتر من 15 سنه هو ومن يثق فيه ومن يواليه بس في الاتحاد. لا في فرصه بقى للشباب يدخل الاتحاد ولا الكوادر الجديده تدخل الاتحاد خلاص. انا بقول لحضرتك في بعض الاتحادات ناقص بس تحط بين قوسين اسم المرشح كمان 10 سنين عشان يضمن بقاؤه في مكانه. طب ده لصالح مين؟ يعني انت مهما هتكسب ماديا او اجتماعيا او بشكل شخصي انت بتضر بالدوله المصريه، بتضر بالرياضه. والنتائج اللي موجوده مع كامل احترامي النتائج الموجوده في الاولمبيات والنتائج الموجوده في بعض المنتخبات يعني لا تليق بالمكانه المصريه، وده ليه اسباب واحنا عندنا عارفينها. يعني رايحين لانهي اتحاد بعد كده؟ الاتحاد التالي مين؟ لا انا طبعا احنا الى الان لم يتقدم اي نائب. احنا النهارده كانوا بيتكلموا في اتحاد الطايره ورفع الاثقال، يعني بعض الاتحادات فيها مخالفات لكن انا بوعد يعني كل المتابعين للشان الرياضي ان لجنه الشباب والرياضه والنواب المتواجدين بالمجلس عموما، مش فقط نواب لجنه الشباب والرياضه، يعني برلمان، قامات محترمه جدا وقامات رياضيه وقامات شاركت في الاولمبيات ولاعبين دوليين ورؤساء انديه، لن نترك اي ملف من الملفات الرياضيه اللي الراي العام بيتابعها واللي احنا بنتابعها بشكل كبير جدا الا لما يعني نعالج اخطائه وندعم يعني الاتحادات اللي محتاجه تدعمها ندعمها عشان نصل في النهايه لاستراتيجيه للرياضه المصريه تليق بمصر ويعني تليق بطموحات الشعب المصري وتليق بالجمهوريه الجديده. بس ده اللي احنا عايزين نركز عليه.
أشكرك دكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.